الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن سنن الاستيقاظ من النوم. أول سنة وهي مسح أثر النوم على الوجه باليد. قد نص على استجابة النووي وابن حجر لحديث فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، وهذا الحديث رواه مسلم. السنة الثانية وهي الدعاء، وهو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، هذا الحديث رواه البخاري. السنة الثالثة وهي السواك، كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل يشوص فاه بالسواك، وهذا الحديث متفق عليه. والحكمة من ذلك أن من خصائص السواك التنبيه والتنشيط، قطع الرائحة من الفم، والله أعلم.